أنا وجهة نظري هو سلاح ذو حدين. نعم. ممكن تكون مرأة غير عاملة وقاعدة في البيت وإلها انشغالاتها، تبى تسير الصالون، عندها اهتماماتها، طلعاتها. نعم. ممكن تكون ما تشتغل وإلها اهتماماتها. نعم. وما تعطي الطفل حقه. فهاي أنا وجهة نظري إنه لا، لي لها تحفظ. والمرحلة الأكاديمية اللي هي الجامعية؟ هني أصلاً الطلاب بدوا يعتمدون على العمارة، مش محتاجين دعم الأم إلا الدعم النفسي فقط. أما المعرفي وتنمية المهارات هاي كلها معتمدة على الطالب نفسه، صح ولا لا؟ المرأة العاملة، أنا اليوم وجهة نظري أنا اليوم عاملة، لكن أتابع كل التعاميم اللي تخص أكاديمية العيال. جميل. من مسابقات، من أنشطة، من مبادرات. بالعكس أنا اليوم يمكن كون أني أنا عاملة وفي قطاع التربية أتابع الأنشطة اللي تصير. صحيح. أكثر. صحيح، عندك معلومات أكثر.